جينا اليوم لنرفض هذا الاغتصاب لشرعية الرئيس محمد مرسي، ونعلن بكل ما أوتينا من قوة أننا مؤيدين للرئيس المنتخب. نقول لن تفلحوا في أن تضربوا إرادة الشعب المصري في مقتل، لن يعود هذا النظام البائد إلى سدة الحكم مرة ثانية. العلماء جاءوا الآن ليقولوا أننا خلف الرئيس محمد مرسي، أننا نرفض هذا الانقلاب، أننا لا نعترف لهذه الثورة التي يزعمون أنها ثورة بشرعية. ليس لدينا إلا ثورة واحدة، هي ثورة 25 يناير.